اليوم نحتفل بإصدار من نوع آخر. معركتنا مع اللغة اليومية حيث تحاول المؤسسة. عبد الناصر عطل شاكر عيسى، مواليد عام 1968، مدينة نابلس. عبد الناصر اعتقل في أكثر من مرة، اعتقل في 88، اعتقل في 84، اعتقل في 90، اعتقل في 95 اللي هي الاعتقال الأخير. مجموع سنوات اعتقال عبد الناصر متراكم 32 عام. طبعا هو ما اعتقل من 95 إلى الآن 28 سنة كاملة. عبد الناصر الآن موجود في سجن رامون. طبعاً يعني بفضل الله عبد الناصر ما استسلم في السجن، ولو يعني السجن طبعاً بقيد حركته، لكن ما بقيد فكره، ما بقيد رأيه، ما بقيد شخص نفسيته. السجن طبعاً بالعكس، يعني إحنا بحاول الإنسان يعني بيستفز كل مشاعر، بيستفز كل أحاسيسه عشان إنه يكون مبدع، ما يضيع وقت. طبعاً إحنا يعني في الإنسان مؤتمن، يعني الإنسان حامل أمانة في كل مكان من الأماكن، حسب ما نفهم كمسلمين إنه الإنسان يعني هذه أمانة بده يتحملها سواء بالسجن أو خارج السجن. وهو طبعاً هاي الأمانة حملها، وإن شاء الله بيكون حملها يعني كما يريد الله سبحانه وتعالى أولاً، وكما هو يحب عبد الناصر. إحنا بنحب إنه يكون برا، لكن هذه الظروف اللي وقعت عليه وإنه هو معتقل، وطبعاً قيدت حركته، لكن فكره ما تحدد ولا انسجن ولا قدر اليهود انهم يحبسوا هذه الحريه تبعته. عبد الناصر كان له عده كتب. اول كتاب اطلقه له كتاب مقاومه الاعتقال مع الاسيرين الدكتور مروان البرغوثي والاخ عهد غلمه، كان في سجن هدريم. طبعا هذا اول كتاب كتبوه الاثنين، يعني كان من اجمل الكتب، انه فكره الحمد لله يعني انه ثلاثه يعني من اتجاهات مختلفه، لكن قدروا يوحدوا رايهم، يوحدوا فكرتهم بكتاب واحد مولود واحد وطلعوا فيه اللي هو مقاومه الاعتقال. في عنده عبد الناصر كتاب دراسات حره، دراسات محرره، اللي هي طبعا كانت هذه حصيله عده دراسات هو قام فيها شخصيا، حكمت في بعض منها، كان في تحكيم في جامعات، في تحكيم مؤسسات محلية عندنا في فلسطين. وعندنا كتاب مقالات حرة اللي هي كانت طبعا مقالات من سنة 2018 بدأ فيها لحتى طبعا 22 لحتى عام أو بداية 2022. وعنده الكتاب وفق المصادر. طبعا وفق المصادر يعني بيميزوا انه هو يوميا بتطلع كل يوم نشر او نشرتين، بداها من 2018 لوصولا لعنا لحد اليوم. طبعا احنا في 23 لا زال طبعا وفق المصادر هو بيصدرها ومسؤول عنها. وطبعا من الاشي الجديد اللي مبادرة جديدة اللي هي إطلاق مجلة حريتنا ناطقة باسم الأسرى جميعا بإذن الله، وتكون إن شاء الله ناجحة لأنها لسه بداياتها. نسأل الله سبحانه وتعالى إنهم ربنا يكرمهم بالمزيد من الصبر. طبعا إحنا ما نقدرش نطلب منهم الصبر لأنه اللي تحملوه صبروه يعني إحنا نعجز عنه، لكن إن شاء الله كل أملنا بإذن الله سبحانه وتعالى إنه تكون حريتهم قريبة، وإن شاء الله ربنا يسخر لهم من اللي يعني يكون حريص جدا على إنهم يحررونا. أملنا طبعا إحنا بمقاومتنا، أملنا بكل الأحرار اللي ممكن يعملوا لقضية الفلسطينيين، إن شاء الله يحرروا هذول الأسرى من براءة الاحتلال.